الجلسة العملية الثالثة سوف تكون على عدة أجزاء، كل جزء على فيديو مستقل. الفيديو الأول: في هذه الجلسة سنتعامل مع توتوريال 3.1 الموجود ضمن GIS توتوريال، ضمن الداتا الموجودة مع الطلاب. نفتح ملف الخريطة توتوريال 3.1، نجد أنه يحتوي على طبقة مجموعة أولى وطبقة مجموعة ثانية. يظهر هنا في منطقة العرض طبقة المجموعة الثانية التي هي بعنوان Population by State. طبعا تعلمنا سابقا كيف يمكننا أن نغير في ترميز الخريطة الذي كان ضمن أيقونة سيمبولوجي، وكيف يمكن أن نغير أيضا في الكائنات النقطية، نغير في شكل الكائن أو في لونه. بعد أن ننهي كل التغييرات، يمكن إضافة ليبل، يمكن إضافة أي شيء، بعد الانتهاء من كل عملية تنظيم أو تنسيق الخريطة وكل العمليات التي نحتاجها، نذهب إلى ما يسمى ورقة العرض. نذهب إلى ما يسمى ورقة العرض. طبعا ورقة العرض مفيدة جدا في حال أردنا أن نحصل على نسخة ورقية من الخريطة. النسخة الورقية من الخريطة تكون مفيدة جدا في كثير من الحالات، وخصوصا في سهولة التداول، في سهولة التبادل. كيف نذهب إلى ورقة العرض؟ من قائمة View نأخذ Layout View. سأشرح فقط الفرق بين Data View و Layout View. Data View هي الشاشة الظاهرة أمامنا والتي تمكننا من إجراء كل التغييرات التي نريدها على الخريطة، من إضافة عناوين، من تغيير لون، من إضافة رمز متدرج. كل ما تعلمناه سابقا أو سنتعلمه لاحقا يمكن إجراءه ضمن الداتا فيو، ما يسمى التحرير. أما ضمن اللايأوت فيو لا يمكن تعديل أي شيء، لا يمكن لا إضافة طبقة أو حذف طبقة أو تغيير لون، لا يمكن تعديل أي شيء، هي فقط لعرض الصورة النهائية التي توصلنا لها أثناء العمل ضمن الداتا فيو. إذا ننتقل إلى ورقة العرض لايأوت فيو، نلاحظ كيف ظهر لدينا هنا عدة إطارات. هذا إطار الورقة التي ستتم عليها عرض العناصر أو سيتم عليها الطباعة لاحقا، وهذا إطار الخريطة التي تظهر هنا، بالإضافة إلى المساطر أفقية وشاقولية. ويظهر بشكل تلقائي شريط الأدوات layout، شريط الأدوات layout. من أجل إنشاء ورقة إخراج أو طباعة لدينا حلين. الحل الأول أن نستخدم نماذج جاهزة للعرض مبنية داخل برنامج GIS، والحل الآخر أن ننظم ورقة بناء على متطلباتنا نحن. في الجزء الأول من هذه الجلسة سنتعلم كيف نستخدم القوالب الجاهزة المصممة والمبنية داخل البرنامج لعرض الخريطة التي نريد. من شريط أدوات layout نأخذ change layout. هذه هي القوالب الجاهزة. هذا له تصميم معين، تصميم آخر، تصميم مختلف. كل قالب من هذه القوالب له تصميم موجود بشكل مسبق. لنأخذ التصميم الأول landscape classic وفينش. إذن هذا هو تصميم ورقة العرض الجاهز الذي قمنا باختياره. الآن سوف نقوم بالتحكم باتجاه عملية الطباعة. هل نريد أن نطبع بشكل أفقي أو بشكل شاقولي؟ إذا نقوم ببعض الإعدادات. نقوم بالنقر في أي مكان فارغ خارج إطار الخريطة طبعا، نقر يميني، ونأخذ هذا الأمر Page
and print setup. هنا في البيج الصفحة سوف نختار الحجم القياسي الحجم القياسي نأخذ منه الخيار letter وسوف نختار اتجاه الخريطة لاحظوا التغيير هنا نافذة preview لاحظوا التغيير هنا نأخذ خيار landscape أفقي طبعا بما أننا اخترنا landscape أفقي للصفحة للخريطة فلا بد أن تكون الورقة أيضا بالاتجاه الأفقي إذا نأخذ الورقة بالاتجاه الأفقي ولاحظوا التغيير في هذه النافذة أخذنا الورقة بالاتجاه الأفقي والصفحة بالاتجاه الأفقي الخريطة بالاتجاه الأفقي نلاحظ أن هذه الورقة البيضاء وهذه هي الخريطة خارج حدود الورقة لنتجنب هذه المشكلة نفعل هذا الخيار فنلاحظ أن الخريطة بكل عناصرها سوف تكون موجودة ضمن ورقة الطباعة أوكي. إذا ظهرت layout بشكل أوضح هذا هو تصميم جاهز طبعا بما أننا اخترنا التصميم الجاهز فيفضل يعني يتم دائما اختيار التامبلت أو التصاميم القوالب الجاهزة لتوفير عمل إذا من غير المنطقي أن نجري تعديلات كبيرة على هذا القالب أو التصميم لأننا اخترناه لتوفير الجهد والوقت فقط يمكننا أن نعدل الأشياء الضرورية مثلا هنا العنوان طبعا سنضع العنوان الخاص بالخريطة من أجل ذلك يتم بالنقر المزدوج بعد أن يظهر هذا الإطار المنقط ننقر النقر المزدوج لتفتح نافذة العنوان نكتب هنا العنوان الذي نريده للخريطة سنكتب US Population للاختصار عنوان US Population إذن US Population هذا هو العنوان الذي نريده إذا أردنا التغيير في نوع الخط أو في حجم الخط أو في لون الخط نذهب إلى Change Symbol نجري هنا التغييرات التي نريدها ليكن لون الخط لو فرضنا أسود حجم الخط يمكن أن نغيره أو يمكن أن نحافظ عليه يمكن أن نغير طريقة الكتابة و apply إذن ظهر العنوان هنا بالنقر والسحب نضعه في وسط هذه النافذة أيضا يمكننا أن نغير هذا اللون إذن يمكننا أن نغير فقط بالمظهر ولكن لا نغير بالعناصر كيف نغير اللون؟ ننقر هنا خارج مستطيل العنوان نقر مزدوج ونختار في الكولر اللون الذي نريده طبعا إذا كبرنا هذه المنطقة لنلاحظ ماذا يوجد هنا لاحظ هنا يوجد صندوق نصي صغير نستطيع أن نكتب به من صمم هذه الخريطة طبعا للملاحظة عندما أريد أن أكبر أو أصغر في منطقة layout أستخدم شريط أدوات layout التكبير والتصغير zoom in zoom out من شريط أدوات layout وليس من شريط البرنامج
إذن يمكنني هنا أن أكتب العبارة التي أريدها، ولتكن خريطة صممت من قبل شخص معين. للاختصار أيضا سوف نكتب فقط باي، كل طالب يضع اسمه باي مي. إذا أردنا أي تغيير آخر ممكن أن كلون الخط أو حجم الخط ممكن. إذن نضع هنا مصمم الخريطة، هذا سهم الشمال وهذا هو المقياس. نعود للمنظر الكلي، إذن أصبحت هذه هي ورقة العرض. طبعا اعتمدنا على القوالب الجاهزة لورقة العرض. بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة نقوم بتخزينها. دائما هنا عملية التخزين نستخدم فيها Save As للحفاظ على النسخة الأصلية. دائما نستخدم أمر Save As للحفاظ على النسخة الأصلية. فنأخذ Save As File لحفظ هذه النسخة. يمكن أن نسميها Tutorial 3-2. طبعا نحفظ مكان الحفظ نفسه GIS Tutorial باسم 3-2 وحفظ. إذن هذه layout التي قمنا بإجراء التعديلات التي نريدها عليها، قمنا بحفظها باسمنا الخاص أو باسم مميز خاص بنا، عند الحاجة نقوم باستيرادها كما هي. طبعا إذا كان لدينا طابعة، نحن قلنا أن ورقة العرض ورقة الإخراج مفيدة جدا لحصول على نسخة ورقية من الخريطة. كيف تتم عملية الطباعة؟ مثل أي طباعة أخرى يمكن أولا أن نقوم بمعاينة قبل الطباعة، print preview، معاينة قبل الطباعة. هكذا ستظهر، هذه هي ورقة الطباعة البيضاء وهذه هي الخريطة. نغلق من close، وإذا كان لدينا طابعة مباشرة print بعد المعاينة. طبعا هنا لا نريد الطباعة. سنعود الطلاب إلى الداتا فيو، الداتا فيو التي قلنا يتم فيها كل التحرير، واللايأوت يتم فيها العرض فقط. نعود إلى الداتا فيو، نلاحظ أنه تخلصنا من حدود الورقة وإلى آخره. ضمن الداتا فيو طلاب نلاحظ أن هذه طبقة المجموعة هذه هي الظاهرة. إذا ألغينا التفعيل المفروض أن تظهر طبقة المجموعة الأولى Population by Counties، ويوجد إشارة صح هنا، يوجد إشارة الصح هنا لتفعيل الظهور ولكنها لا تظهر، لا تظهر. السؤال الأول لهذه الجلسة ضمن الجزء الأول من المحاضرة تفسير طلاب، تفسير لماذا لا تظهر خريطة طبقة المجموعة الأولى مع وجود إشارة الصح بالقرب منها. يرجى الإجابة على الخاص، اسم الطالب كامل مع رقم السؤال، السؤال الأول والإجابة.